استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سام نيوما رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة ومشاركة سفير ناميبيا بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السيد نيوما إلى القاهرة، مؤكدا سيادته اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة، ومهنئا سيادته إياه على حصوله مؤخرا على جائزة مؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام، تقديرا لجهوده وإنجازاته في مجال تسوية النزاعات بالقارة الإفريقية، وكذلك لنضاله الطويل لتحقيق استقلال ناميبيا. من جانبه أشاد السيد نيوما بدور مصر المقدر والدؤوب تحت قيادة السيد الرئيس في دعم جهود صون السلم والأمن في إفريقيا والوفاء بمبادرة إسكات البنادق في القارة بحلول عام 2020، مؤكدا على أهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسي في إرساء دعائم العمل الإفريقي المشترك ولإيجاد الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية ولمختلف قضايا السلم والأمن بالقارة. كما أعرب الرئيس الناميبي الأسبق عن التقدير الذي تحظى به مصر في ناميبيا والقارة الإفريقية لما قدمته من مساندة تاريخية في الكفاح من أجل الاستقلال خلال القرن الماضي، فضلا عن امتداد هذا الدور المصري المقدر والداعم لمختلف القضايا الإفريقية على المستويين الثنائي والقاري إلى وقتنا الحاضر، وهو ما تجسد بوضوح مؤخرا خلال الرئاسة المصرية المثمرة للاتحاد الإفريقي في عام 2019. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية الإفريقية، خاصة ملف سد النهضة، حيث أكد رئيس ناميبيا الأسبق على تأييد بلاده لمساعي مصر من خلال المفاوضات لحل تلك القضية على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث. ومن جانبه أكد السيد الرئيس في هذا السياق على ثوابت الموقف المصري الساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق مصر المائية، وكذا يلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوزيف مالانجي وزير خارجية جمهورية زامبيا، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة ومشاركة سفير زامبيا بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إدغار لونغو، ومؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زامبيا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا. كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزامبي والرئيس لونغو شخصيا فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية. من جانبه أعرب السيد مالانجي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا لسيادته تحيات أخيه الرئيس الزامبي، حيث سلم السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس إدغار لونغو تضمنت بعض موضوعات العلاقات الثنائية والإعراب عن الرغبة في تطوير تلك العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري. كما أعرب وزير خارجية زامبيا عن تطلع بلاده للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها، وذلك امتدادا للدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الإفريقية، خاصة ما يتعلق بدفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في القارة الإفريقية، وذلك بالتكامل مع الجهود القارية ذات الصلة.